كده هقدر اسميها ده بعدين اسامه. كان عايز كان عايز السعداني بقى استاذ جميل. وايهاب ابتدى معايا يعمل له ابن سفروته، وبعدين عملنا فيه عيلة برهان. عيلة برهان، برهان ده ضابط بوليس جد، ومعاه حفيد سنوحي، وكل المغامرات بتحصل في الأقصر عشان نوري الأقصر بلدنا في مغامرات كده. وده العالم الصغير كنا عاملين شخصية كمان وزغلول وجمانة ولد عربي. حبيت اوري لك كمان انا بكتب ازاي السيناريو بتاعي. اه في لقطه هنا انا بدور عليها زي دي مثلا، بيسموها زرع، منظور عين النسر. في لا في حاجه تانية برضو عجباني قوي. اه اللقطه دي اهي جميل، الحصان. رسوم بتاعت الايهاب، استاذ ايهاب دايما انها فن تشكيلي مش مجرد رسم تعبير. لا لا لا، بتقدم فن تشكيلي. الولد لما يبص فيها بياخده. اه استنى فنان تشكيلي، وفي نفس الوقت لقيها بصي كاركترات كده مش عليها، كاركترات عرايس. انا دلوقتي الحاجات اللي بتعكن عليا اني اسمع مذيعين بيتكلمونا وهم بيقلدوا لهجه عربيه، يعني كانه بيبيع. انا بحس انه بيبيع نفسه لمحطه عربي. ما هي كده نفسه، لكن مش بيتكلم. طب ما تتكلم مصري، الناس كلها بتحب اللهجه بتاعتنا وهنتكلم عربي كويس قوي. اه بس انت ما رحتش بلد عربي الا ما قالوا لي كلامكم بنحبه قد ايه، في كلام ما تاريخنا وتراثنا بيحبوه، بس احنا اللي بنحبوش، احنا اللي ما بنحبوش وبنقلد حاجات ممله مش بتاعتنا. طب ليه بنهد روحنا؟ عشان كده بقول لك دي اهميه عمل زي ده. بص بقى، بالنسبة لأساليبك ولغتك، أنا قلت لك قبل كده إن أنت بتكتبي بتعملي تطريز لغوي، بتعملي فسيفساء لغوية، بتعملي طبقة لغوية. هي اللي بتطلع كده يا حتفة أنا ما بعملش حاجة. إيه بقى اللي بيخليكي تعمليها كده؟ يعني في واحد يكتب ويقعد يفكر ويعدل. لا 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 لا، في ناس كده. أنا بفكر ده مش صح، بس أنا بقول في ناس كده بيراجع قاموسه بعد ما يكتب. لا أنا واحد بيعمل. اه لا انا يعني هي بتطرز تعمل تطريز، بتعمل بتعمل منمنمات لغويه. انا احب ان انت ما تعيدش الجمله مره عشان تفهمها، يعني تبقى حاجات سهله مفهومه. المهم الفكره مش لعبكه الاساليب، مش مساله مفهومه بس، لا مفهومه ومطرزه ومشغولات وليها طعم. وانت لما تحكيها للعيل ما يزهقش. اه يعني ايوه، انا دلوقتي هقعد اقرا مثلا لحبيبتي، ده كلام مستطعمه كلكع، مش هيبقى عايز يسمع. بصي بصي كلامك بسيط، بس على شاطئ النيل كانت بيوت القريه جميله. كلام بسيط جدا، بس الازهار والنخيل والاشجار طويله، وكان لجمالات تحت البنات دجاجه ترقد على 10 بيضات. الكلام ده وتقدر تقوله للعيلة وفي كل حاجة، ومتكون تكوينات وليه تبقى حتى ليه ايقاعات موسيقية كده في القراية. ما ده اللي انا بتكلم فيه. ده من ايه؟ من ايه؟ يعني بتلقائية ولا تلقائية خالص، ولا من قرايتك، ولا من عشرتك لفنان يعزف بالالوان ملحن؟ على فكرة الأستاذ إيهاب ملحن فني والله، يعني أنت بتعمل مقطوعات فنية وسيمفونيات في الرسومات بتاعتك. أنا بشوف خطوطك ديت أوتار. دي كده الخطوط اللي بترسمها دي أنا بالنسبة لي شايفها أوتار لآلات موسيقية. يعني رسمك ما بتعاملش معاه على إنه رسم، ولا على إنه فن تشكيلي بس. أنا بتعامل معاه على إنه سيمفونية بالنسبة لي. زي محمد، زي اسمه ده بليغ حمدي، زي بليغ حمدي. انا احبه جدا، تحس انك
مليك حمدي بس في عاطف حمدي؟ لا عاطف لا انا انا راجل بتكيف بتكيف لما بسمع بيوصل الحنك الفنيه ديت انا بتكيف بيها. طب ما اقول لك انا من الباب هو اللي بيوصلك. ما هو شغلك لما شغلك بالده طبيعي المتلقي منك مش بقى متذوق فني ده لازم يبقى فنان. في فن بشوفه وفي فن لما حد يشوفه لازم يبقى فنان. شغلك يطلع فنان دي هو بنحب مش يطلع متذوق يعني. بس بيحب اللي بيعمله دي الحقيقه. وعلى عيني ان احنا مش قادرين نصور اللوحات اللي هتحكي لنا عنها بس عشان انت تعبان. لكن عارف ده تاريخ تاريخ مش تاريخ عادي. اللغه اللي عملتيها اللغه خلت لغت الفواصل بينك والمساحات بينك ككاتب وبين الطفل. اي كاتب مهما كان مبدع ما يعرفش لازم يبقى في مسافه بينه وبين الطفل. استنى بس بس برضه على عيني اللوحات اللي شفتها عندكم هناك. لا ما مش هفوتها هنصورها ونحكي كل حكايه ليها. لا اللي قبل كده انت قعدت تحكي لي عنها فاكر؟ اللي في الشقه هناك. كل لوحه ليها تاريخ ميلاد وتاريخ حياه وتاريخ فن. لما ترسم تنسي بقى بيعمل بقى الكاريكاتير وشغل الصحافه وشغل كتب وحاجات. انت عايزه لوحات بقى؟ انا عايزه لوحات. اه. فجي يوم بقى لقاني قاعده انا رحت جايبه الشاسيه كده وجبت الوان بتاعته وقعدت ارسم. انا معرفش ارسم. قعدت ارسم. فاكر يا؟ دي لاني بقى ايه بعمل بقى بقلد الجوجان كده مش عارفه ثلاث بتوع كده الفرشه والالوان. لا دخل بقى شم ريحه الزيت. يلا ايه ده ريحه زيت. قلت له ما انا بقى هرسم ما دام انت مش بترسم. ضحك طبعا وقعد يرسم بعدين. هقول لك احنا بنحب اللي بنعمله وايهاب بيحب قوي الحاجه يعني بيرسم بحب وانا بكتب اني بحب ده العربي الصغير. اه اشتغلناه في الكويت في المجله الكويتي. احنا ما طلبناش نشتغل هم بعتولنا عشان نشتغل يعني احنا ما قدمناش شغل هم اللي طلبوا مننا شغل. وميزه شغلك اصل في كاتب بيقول لك ده شغل مجله وماشي حالك. ميزه شغلك ان سواء مجله او كتاب او اي حاجه في جميع الاحوال انت بتحافظ على انك هو مستوى ما يا اما ما فيش يا اما ما بعملش. فكان الدكتور الرميحي الله يمسيه بالخير راجل محترم جدا وابتدينا نتعاون معاه وكنا حتى بنقول له تبعتوا لنا الاصول وكده فكان بيبقى يرجع لنا الاصول بكل رؤيه. محمد الرميح بعد ما حصل يعني اعتقد هو اللي عمل عربي هو اللي عمل العربي هو اللي وصلها للمستوى ده. لما قامت حرب الكويت وهو راح مش اظن راح في الخارج وبعدين رجعوا تاني فابتديت اعمل العربي الصغير لما طلبوا يعني. وبعدين قالوا لا احنا عايزين بقى شخصيه مودرن. بدا الكلام اللي ما ولا مودرن ولا مش مودرن باي باي.